شو عم تعملوا ها؟ يعني شو بدنا عم نعملها؟ عم نستنى بديع وشفيق. شو مرت عمي خير في شيء؟ لا ما في شيء، بس ابو طمزي اجى على باله يشرب فنجان قهوه، هيك طلع على باله. قهوه بعد نص الليل مرت عمي؟ شو بدك تعملي؟ الرجال ما بينحذر له. طيب امي قومي اعملي لحاله، ضروري فيقك مشان فنجان قهوه شيء. جوزي وحرفيني، فيقك الك شيء؟ انا ما صدقت وصار له عين يطلب مني فنجان قهوه. لعنا، لا طلعتوا لي انتو. مرت عمي انت بتعرفي وين البدي؟ شو بيعرفني؟ بس اكيد سهران عند شي حدا هو وشفيق. وليش بقى كل قد متاكدي انه رايحين سهرانين بشي محل؟ بركي صاير معهم شي مرت عمي بوران. إيه لو صاير معهم شي لا سمح الله كنا درينا، كان اجانا خبر يا من المستشفى يا من المخفر. فوتوا ناموا انتوا فوتوا. انا مالي نعساني، بدي استنى شفيق ليجي لحتى نام. انا ما بنام ليجي، بدعو ما رح نام ما رح نام. قوموا فوتوا انتظروهم بغرفكم، مو ضروري كل ما فتت وطلعت بدي اعمل فنجان قهوه تشوفوني، ولا بدكم تقعدوا لي على الدقد هون؟ ليش بدك تعملي كمان؟ ابو طمزه فاتحه قابلته على القهوه، بقول له لا يعني؟ شوف على السؤال وين بدي اكون يعني؟ على الدوار على الخط، الدوار عم يدور ويلف مثل القط، حاسس حالي كأني لساني بكره تاكلي مطعم. ايه بس مو هيك انت الخط حبيبي. وانا بسألك فيه شفيق اذا مالك مصدقتي. ما في داعي اسأل لا شفيق ولا حدا ثاني، انا بحياتي ما شفت شوفير متطقم ومتبرفن هيك. قانون جديد. طلعت وزارة السياحة قال شو؟ قال مش هالمزار البلد. ايه مزبوط مزبوط. شو شايفني هبلة ولك بديع؟ حتى تقلي انه وزارة السياحة بتطالع هي قوانين وزارة السياحة؟ ما بتطالع هي القوانين حبيبي. لا بتطالع، والشرطة بيخالفونا اذا مو لابسين طقم. هلا شو شايفني انت؟ انا بعرف شوفير بيرجع على بيته مهدود حيله مو مزعزع، شو بك انت جاي هيك اليوم؟ انا كمان مهدود حيلي، ليك شلون عم ينهد مالي احسن واقف على رجلي. انا اليوم بدي هد لك حيلك يا بديع، فهمت ولا ما فهمت؟ انا بدي هد لك حيلك.